لليوم الثاني على التوالي تستمر عملية سهام الجنوب التي أطلقتها القوات المسلحة الجنوبية المشتركة لتطهير محافظة شبوة من أي تواجد للعناصر الإرهابية، والتي بدأت أمس بحملة عسكرية كبيرة على مركز المصينعة ذات المساحة الجغرافية الشاسعة بقراه وأوديته المتعددة. ستستمر في كل مناطق أين ما وجدوا، ستستمر الحملة بإذن الله، وفاء لدماء الشهداء وفاء للأرض الطيبة. لن نتركهم في أي شبر من أرض شبوة بإذن الله. الأمور طيبة والعدو منهار، ولا يزال أننا تحت السيطرة، احنا وقوة العمالقة، دفاع شبوة وقوة العمالقة لا يزال تحت السيطرة والعدو منهار، وإن شاء الله أننا في النصر، إن شاء الله أننا في النصر. بأقدام عنوان الثقة بالنصر، تخطو القوات الجنوبية خطوة تلو الخطوة، وها هي قد حررت عدد من المرتفعات الجبلية والأودية والشعاب كان آخرها شعب الطفة، فيما تمكنت من الوصول إلى عمق وادي مذاب الذي تتخذ منه الجماعات المسلحة معقلا لها. لقد قامت اليوم قوة العمالقة ودفاع شبوة بتحرير منطقة المصينعة من العناصر الإرهابية، وتم السيطرة عليها بمعنويات عالية إن شاء الله وأمور طيبة. قوة دفاع شبوة وقوات المشتركة وقوات العمالقة لتطهير وادي سرع في مديرية الصعيد من العناصر التكفيرية الإرهابية الذين يعيثون فسادا في الأرض، وقد تم تطهير بإذن الله ونحن وراءهم حتى تطهير آخر منطقة في محافظة شبوة. بروح وطنية جنوبية عالية يتكي هؤلاء الشباب لمواصلة الانتصارات في معركة ترسيخ الأمن والاستقرار في ربوع محافظة شبوة. جمال شنيتر لقناة الغد المشرق، محافظة شبوة.